هذا وقال الرئيس السيسي إن الدولة ستقيم معرضا يؤرخ لجهود مصر في حربها على الإرهاب. وأضاف الرئيس السيسي أن التحديات التي تواجه الدولة كثيرة ولن تنتهي، ويجب أن نكون أكثر صلابة. بالمناسبة احنا هنعمل مش بس الاحتفالية، احنا هنعمل معرض للحرب ديت. هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكوا الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل، ده كتير قوي قوي، من سلاح وذخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط، الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي اللي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن، وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها.